واصحابي جوه كتابي، نفسي اشوفهم يوم بعيوني، نفسي اشوفهم اعمل ايه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكيلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا تروماي؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه. بنورة النورة المصدورة، افتحها واشوف اثارات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفزورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفزورة زي المألوف. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. طوف وشوف، طوف وشوف، طوف وشوف. يا تاريخ دون ودون واكتب الامجاد وكون، اسجل اللي اشوفه وقابل جد وخوفه وجد عمرو لما نزل في اسكندريه. منفي وطيبه ارض الطيبه، منفي وطيبه ارض الطيبه، احنا ولادها وهي حبيبه. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والضرب النمناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. حبيتوها هترجعوها للناس منارة،
الاولاد راح يرجع مجد الابداد راح يرجع مجد الابداد انت رايح فين؟ انا عايز اسالك الاول ليه كل الناس ما تشوف خلقتي تجري؟ لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش انا مش هعمل لك حاجه انا مش هعمل لك حاجه ما تخافش مني انا حفيدك وانت جده ما تخافش اهدى عايزين ناخد وندي في الكلام مع بعض قول لي بقى انت مين؟ انا مصري زيك انت ايه؟ انا موس موس؟ موس ازاي؟ ما انت قدامي اهو شايفك قدامي اهو انا موس مصري انت مش مصري صح انت مش مصري انت يوناني سخ انت عرفت ازاي لا عرفت ازاي ايه ده انا عم فؤاد والاجر على الله عم فؤاد ايه عم فؤاد دي عم فؤاد دي شوف يا خواجه انا جاي من سنه 1985 ب ميم ب ميم ايه ب ميم دي يا خواجه به ميم دي اختصار بعد الميلاد يعني 1985 ميلاديه موس فاهم انا دلوقتي هفهمك اسمع احنا دلوقتي سنه كام مش هتعرف مش هتعرف مش هتعرف انا عارف انا اقول لك احنا دلوقتي سنه 609 قاف ميم وانا جاي لك من 2584 سنه بالظبط لكن انت عرفت منين اني يوناني عرفت منين انا مذاكر تاريخ جدي كويس قوي يا خواجه مين جدك دي جدي اللي انا جاي علشان اقابله وعارف انه جاي بعمال اغريق علشان يشتغلوا في المباني لا مباني إيه؟ مباني وصناعه وتجاره وبحريه ما شاء الله ما شاء الله هايل طب قول يا خواجه تعرف فين قصر جدي يا حبيبي مين جدك دي؟ جد الملك ملك اختي بتاع الانا بتشتغل مربيه للامير الامير الصغير نخاو جد نخاو ابن جده الملك الكبير صخ انت عاوز ايه؟ لا انا مش عايز حاجه انا عايزك تقول لي اروح قصر الملك ازاي؟ وديني قصر الملك لا لا اعمل معروف لا يا خواجة حرام عليك انا جاي 2584 سنة ماشي في التاريخ اعمل معروف خلاص امشي من هنا من هنا ويا ترى هنا يودي الواحد يمشي بس قول لي انا كنت عايز نهار اسود ايه ده يما يما الهبركة دبرة شفتي كانوا كام راجل وكام واحد لو اتلموا عليا دول كان زماني بقيت بسيسه البركه في الهبره كدبر يا استاذ ربنا يخليها لنا يا ستي بس انا قلت لك من الاول ايه قلت لي ايه قلت لك اوديك على طول على قصر الملك بدل المتاعب والمغامرات لا 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 لا, لا يا عزه الواحد لازم يخوض المتاعب ويجرب المغامرات ويبقى كده تحب تروح فين دلوقتي انا دلوقتي احب اروح على قصر الملك مباشره تفسير الحلم يا مولاي إن أيامك في الحكم قليلة قليلة؟
أنا ما جبتش حاجة من عندي، وجلالتك اديتني الأمان. طيب تفضل كمل تفسير الحلم، لكن قولي ابن الأمير نخاوي هيخلفني في الحكم من بعدي؟ للأسف لا. كذب المنجمون ولو صدقوا يا مولاي. مولاي ما صدقش الراجل ده يا مولاي، الحقيقة التاريخية الفعلية بتقول كلام غير كده خالص، بتقول إن فترة حكمك هتمتد. ثانية واحدة لو سمحت جلالتك أحسبها لك. سمينا صنباعي ما سمعتني يبقى منتسب يبقى أربعة وخمسين سنة من بداية حكمك يا مولاي. إيه الآلة اللي معاك دي؟ كالكوليتر، آلة حاسبة من عصر التكنولوجيا اللي أنا جاي منه. ساحر؟ ساحر؟ ساحر بالكمبيوتر؟ أنا بقول الحقيقة اللي هيذكرها التاريخ يا مولاي. هذا الأمير نيخاوي يا مولاي هيكون له شأن عظيم، جلالتك هتبعته لما يكبر على رأس حملة عسكرية كبيرة إلى فلسطين. فعلا أنا كنت بفكر فعلا في الموضوع ده. وحيكون النصر يا مولاي حليفه، حيستولي على مواني سوريا ويتوغل شمالا حتى الفرات. أما جلالتك يا مولاي، أما جلالتك فالتاريخ بيقول عنك ملك آراء سديدة بنى الحضارة الجديدة بحكمته وتدبيره على أرض مصر السعيدة. ملك أوامره مجابة وله جيوش غلابة، الدنيا خضعت له لما جعل لمصر المهابة، بلاده خلاها دولة بين الشعوب ليها صولة، هيئات ودواوين حكومة والدنيا ماشية علولة. في عهد مصر الحضارة للدنيا صبحت منارة، أعماله كتب التاريخ على الورق والحجارة. خدوه. أنا يا مولاي؟ لا العراف. عزة العراف طلع مش عارف.